دلوقتي بقى هنعمل وصفة كمان من وصفات السودان، وهي مديدة التمر. مديدة التمر اللي هو او البلح اللي هي بيعملوها بالبلح، هم بيعملوها ببلح تاني، نوع تاني كده احمر، احنا هنعملها بالعلب. ما كل واحد على قد ايديه يعمل الوصفة. ممكن تعملها بعجوة عادي برضو، بس هتفكوا العجوة شوية برضو، بس او التمر اللي اي بلح بقى، اي بلح ماشي. فانا عندي بلح هنا، ده العلب اللي جبته ده اللي هستخدمه. ما انا ما فيش وصفه هتقف قدامي في اي حاجه ان شاء الله باذن الله. تمام. هو ليهم بلح احمر كده ده بتاعتها، بس ايه مش مشكله، احنا ممكن نتصرف عشان نعمل وصفه حلوه ولا ايه؟ تعالى كده يا عم الطبيخ انت، تعالى خلصت كده عشان ايه نجيب دي هنا. عندي مثلا كيلو من البلح، هشيل البذر بتاعه. بلح سمنه والسوداني اللي هو الدكوه اللي بنعملها دي، ودقيق ونشا. حلو الكلام، حلو الكلام. هناخد بقى السمنه والبلح نحطهم على النار، معلقه سمنه كده معلقه سمنه كبيره، انا هعوز معلقتين، بيحطوا معلقه في الحله في الوصفه وعلى الوش كمان، يعني بيحطوا معلقه سمنه كبيره جوه على الكيلو البلح جوه الوصفه ومعلقه سمنه بره. او السمنه دي يعني كميتها اختياري، يعني ممكن اقلها براحتي، يعني اللي عايز يقل السمنه فيها يقلها مش مشكله. تمام. وهناخد البلح اللي انا مفصصاه ده، شايله منه البذر ده، علبه البلح، البلح الطري العلبه عادي خالص، ونبدا نسيحه شويه مع الايه، مع السمنه. شوف احنا لسه كنا بنطحن في دي الاول، شوف وصلت لفين. بعمل الدكوه او زبده فول السوداني، ناخدها كمان واحده واكترها شويه عشان دي بتاخد وصفه يعني فيها ايه الدكوه اكتر حبه، يعني يعتبر اساس في الوصفه، فتبقى كميتها كبيره. ماشي. يعني ايه اطحلي حوالي، قولي كده على الكيلو اطحني كوبايتين سوداني، كوبايتين سوداني. بصوا ما شاء الله تحفه تحفه يا جماعه. يعني انا حبيت الدكوه دي اكتر، يعني الفول السوداني اللي هو اللي في العلب او الاصليه بتاعت، او احنا زي ما بنقول زبده الفول السوداني اللي احنا بنعملها، اللي هي بنحط لها زبده ونحط لها عسل، ما حبيتهاش قوي، ما فضلتهاش. انما دي لا، دي حبيتها جدا لان ما فيهاش اي سكر ولا فيها اي اضافات ولا فيها زبده، فلا حبيتها جدا بقى دي. دي مطحنة التوابل العادية، بس طبعا لو ايه لو مطرحة توابل خلي بالك اغسليها كويس جدا. وهنا ايه نغلي مية برضو عشان نستخدمها، يا مية مغلية يا مية عادية، وتغلي في الايه في الحل عادي، بس طبعا الميه المغليه بتسرع معانا الموضوع شويه. والله لو اوريك يا زول، انت زول مش حار خالص. سيبني كده من غير بتاع. بصوا انا كده ايه قلبنا في السمنه شويه، هي كده كده هينزل عليها ميه دلوقتي وتبدا ان هي ايه تغلي معاها. نعليها تاني عشان بقى الميه مش مغليه، فايه نعليها قوي. هنحطها معاها كده، بسم الله الرحمن الرحيم. نحط حوالي مع كيلو البلح حوالي لتر ميه او لتر ونص، مع الكيلو البلح نقول لتر ونص، قولي لتر ونص، يعني حوالي ست كوبايات ميه، حوالي ست كوبايات ميه ماشي. وحط معاها سنه قرفه بسيطه، وخلي بالي الوش، وكربوناتو وبيكنج بيكربوناتو الصوديوم اللي هي الكربوناتو، نص معلقه صغيره. دي بقى بتودي الايه البلح، بتخليه في حته تانيه، وهخليهم يغلوا مع بعض. حلو كلام.
واحنا نكمل مع بعض الايه؟ زبدة الفلوس الثاني دي هي تقلت قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو انت حبه صغيرين حبه صغيرين على طول بت ايه؟ تشتغل معاكي على طول. وعندي بقى دقيق ونشا. هما برضو بيعملوا ايه بقى؟ بيحمروا الدقيق قبل قبل البلح. بياخدوا الدقيق قبل البلح يحمروه. صح كده ولا غلط؟ ها؟ بسم الله. هتضايقنا ليه؟ بصوا بيعمل ايه؟ بيعمل له باب. نعمل حبه حبه ونرجع نعملهم تاني. المديده بصوا حطينا لها الايه؟ الكربوناتو. هرت الايه؟ هرت البلحايه. هنحط عليها الدكوه بقى برضو. وهناخد بقى النشا. تمام. طبعا هم مش كل مره يقعدوا يعملوا كده، هو بيتباع جاهز عندهم. يعني الدكوه دي بتتباع جاهزه كده باكياس بالكيلو جاهزه. يا ريت جبت الكيلو معايا وخلصنا. هناخد بقى على ده كميه معلقه، دي يعتبر معلقتين نشا على معلقتين دقيق. هدوبهم بلبن او بميه. نحط بقى الدكوة هنا. على البلح. حاجة برضو دي انا بتهيألي من الحاجات الشتوية اكتر، بس تاني بيكلوا في اي وقت. بس هي لايقة مع الشتا كده اكتر. السكر بقى حسب الطلب، يعني عشان هو البلح فالبلح مسكر قوي، فمش محتاج ان انا احط سكر او عسل، بس اللي حابب ممكن يدوق ويكملها. ماشي. وهناخد بقى هنا معلقتين النشا مع معلقتين الدقيق وننزلها عليها. دوبناهم كده في ميه او في لبن. دوبتهم في لبن. اوكي. ولازم تغلي. هما الدقيق في الاول بيحطوه وبعدين يحمروه كانك بتعملي بشاميل، وبعدين ينزلوا عليه البلح وينزلوا عليه بقيه الايه؟ بقيه كل الوصفه. يعني البلح برده كده على الدقيق وكل اللي عملناه، ويسيبوه يغلي كذا غلوه وخلصنا الوصفه. مديده البلح من الدوله الشقيقه السودان. ويحطوا على وشها السمنه، ونحط عليها شويه قرفه، ممكن سكر بودره برضو لو عايزين سكر بودره على الوش. ايه رايكم حطوا جوز هند عشان افتح اللون؟ حلو. شويه جوز هند كده على شويه قرفه عشان البلح بيحب القرفه. تمام كده. هنا بقى ايه؟ انا بسيح السمنه بس عشان احط على المديده برضو عشان هي وصفها كده. تمام. حط بس السمنه